بدأ بأجواء الكليبات من كواليس كليب الفنان ميز البياء إلى كواليس كليب الفنانة ليال عبود، ومثل ما عم تتابعوا وعم تستمعوا أنه هالفترة هناك أحياء لأغنية السيدة الرائعة سميرة توفيق من أغنية قدمتها خلال مسيرتها الفنية. ليال عبود تقدم أغنية هي من التراث أكيد العربي، وأغنية اشتهرت فيها الفنانة سميرة توفيق خشخش حبيبي. أكيد هالأغنية عم تعيدها بطريقتها ليال، وحبت تصورها مع المخرج وليد نصيف بتجربتها الثانية، والتصوير تم بدار القمر. كيف أجواء التصوير؟ منتبع سوا. موجودين بدار القمر، تعاون جديد للمرة الثانية مع المخرج وليد نصيف. ليال عبود أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، أنت هون اليوم دقيت بابه للقمر. أهلا فيك، القمر حد يعني. ميرسي ميرسي، دايما أنت دايما سباق للسكوبات الحلوة، ودايما بتواكب الفنانين وما كانوا بالساحة الفنية، دايما بتعطي من قلبك، تتحملنا مسؤولية أكبر تنعطي أكتر. دايما هيك في ألوان حلوة، شو قصة الأخضر اليوم؟ الأخضر بيعني الطبيعة، بيعني الربيع، بيعني الأمل، العطاء. فحبيت أني أعطي شيء جديد وأظهر بلوحة ربيعية مخملية فيها حب وفيها حياة ونبض بالأمل بمستقبل واعد بالنجاح. شو الدور عم تعملي بهالكليب؟ الدور أنه الإمرأة الشرقية، طبعا بما يتضمن أنه الأغنية تراثية شامية فولكلور اسمها خشخش حديد المهرة، وغنوها كتار من الفنانات المعروفين قديما. حبيت عيد التجربة وأديها بصوتي أنا ككلمات وألحان وتوزيع بطريقة مودرن. مع أنه ألبومك كان فيه العديد من الأغنيات، ليش حبيت تصوري هالأغنية بالذات وتطلقيها؟ حسيتي أنه من خلال حفلاتك كتير محبوبة هالأغنية؟ مثل ما كلنا بنعرف أنه الشعب اللبناني أو التراثي هو اللي دايما بيخلي الفنان متواجد بطريقة أسرع بالحفلات، فحبيت أنه يكون في إلي إطلالة أول موسم الصيف، يكون في إطلالة يعني أغنية سريعة، ريدم سريع، العالم تحبها وترقص وتتبك عليها. من سنة 2003 وأنا مرافقه خطوة بخطوة بكليبات أعملها ونفذها لنجوم من الوطن العربي ولبنان، ومع كل طلة كليب بيبقى الرأي العام والإعلام بانتظار شو هي الأفكار اللي بدي أقدمها وليد نصيف بكليباته. كليب جديد اليوم وهو تعاون تاني مع الفنانة ليال عبود، خلينا نرحب فيه بدار القمر تشوف ليش اختار دار القمر وشو الأفكار اللي مقدمها ليال بكليب التاني والتعاون التاني سويا. وليد نصيف أهلا وسهلا فيك، اشتقت لك أنا بالذات. وأنا كمان عماد، يعطيكم العافية. انت دائما اذا ما كنت موجود نحس في شيء ناقص، اتس جود انت اليوم هون. يعني هذا مثل ما انت قلت تاني تعاون انا وليال، بقى مبسوط انه نشتغل مع بعض لانه ليال بوزيتيف كتير وما عندها مشكله شو بتطلب منها حتى قبل التصوير. هي جاهزه تكون عم تعمل اذا اوريدي مقتنعين انه نحن عم نعمل شيء مثل ما بيقولوا جديد، وبعتقد عم نعمل شيء جديد على كذا اصعيد، خصوصا بالغنيه تركيبتها وكلها اوفر اول الغنيه فيها هيك مثل ما بيقولوا نكهه جديده. سو عم نخلق هيك شيء ارتستيك لذيذ، خرج ليال شيء جديد عن اللي عملناه، وبنفس الوقت كمان اوريجينال، طلع ليال بطريقه هيك كمان اذا بدك حلوه كثير. نختار دار القمر بالذات، هلا اول شيء اسمه دار القمر بدك تتفائل. بالنسبة لي الشغل كله اللي عم ينشغل، كنا عم نبش على لوكيشن بيعطيك تيبيكلي اذا بدك العربي
العربي اللي ممكن حسيته بالنسبة لي بجسد الأغنية 100%. هذا عم بحكي كمود وكسات وكلوكيشن. هلا بالنسبة للوك اللي اشتغلنا عليه شغلين بطريقة ارتستيك، كمان في مثل ما بقوله صور مختلفة متعددة all over the clip بيكونوا عم يجسدوا لك الإحساس كمان العربي بي على أنواعه. So في هيك مثل سيمبوليت أو items أو element أو تركيبات بين ليال وبين الانفايرمنت حواليها بتكون عم تعطيك الواقع اللي هو مين بيكون عم يحضرك لهالغني الغني واحساسها. بعيدا عن الكليب بدنا نروح لشركتك لمشروع اطلقته وتحدثت عنه سابقا، وين صار؟ شو بتخبرنا؟ يعني بتقولوا العد العكسي بلش، نحن بعد ماكسيموم حوالي شهر بنكون اطلقنا هذا العمل كتير كبير. صار لنا فتره، مش صار لنا فتره عم نشتغل، يعني صار له شيء سنتين الا شوي، بس كانت كل عمليه تحضيريه لانه عم نشتغل على شيء على صعيد انترناشونال بالنسبه لي، لانه حي الله عمل بده يطلع بدك تعمله انت بظرف جمعه بده يكون عم بموت بظرف جمعه. انا بحضر اونلاين تي في شانل، هذا الاونلاين تي في شانل اول شانل بالعالم اكسكلوزيف اللي بنفكر فيه اللي بننجو بس بتشوفه انت على هيدي المحطه. المحطه هي اونلاين لانه اجمالا كل المحطات الاونلاين الموجوده البرامج او المضمون تبعها بياخذ من شاشات اخرى او تلفزيونات اخرى او محطات اخرى. نحن لا، لاول مره بالنسبه لي اللي موجود هون مش موجود مطرح تاني، بتشوفوا عنا وبعدين ممكن تصير تشوفوا على غير تلفزيونات او على اونلاين شانلز تانيين، بس السورس الاساسي بالنسبه للفكر وللتنفيذ والرؤيه للمشاهد عم نعطيه حق حصري يشوفه على شيء اسمه itv.tv. الاوبننج امتى ان شاء الله؟ عندك بعد ماكسيموم عد عكسي بعد شهر اذا الله راد، والاوبننج حيكون على صعيد ثلاث بلدان اذا الله راد بالانطلاقه بين لبنان بين دبي بين السعوديه. قبل ما نحكي عن الكليب واللي هو اكيد عم يشارك البطوله لليال عبود فيها، خلينا نرجع شوي بالزمن مش كتير لورا تنشوف شو بعد فيه بالذاكره من حفل الجمال اللي تم خارج لبنان واحتل فيها المرتبه الخامسه. رودولف ابي نادر اهلا وسهلا فيك. حبيبي كيفك؟ ما بقي براسي الا الايام الحلوه والذكريات الحلوه، لانه ما شفت شيء الا النجاح السنه من ورا مثل لبنان وقتها انعملت بريجنسي بالاس، وطلعت كمان هالسنة رحت على لندن بمستر وورلد وطلعت بالتوب 5، فإن شاء الله نكون هيك عم نبيض لكم وجهكم وهيك تلحقونا وتدعمونا على طول. خلينا ننتقل من أجواء الجمال إلى أجواء أخرى مع ليال عبود، خبرنا عن الكليب. الجمال لأجواء الأجمل لأنه اسم الله ليال عبود. فيديو كليب كتير حلو وغنية كتير حلوة و أجواء كتير حلوة، وحتى يعني التيم كتير قوي. بتمنى لها النجاح وأكيد رح هالفيديو كليب والغنية رح تضرب لأنه حبيت الغنية ايه كتير حلوة، وحتى الفيديو كليب يعني أنا عم بوقف ورا الكاميرا عم شوف شو عم بيصير يعني، فكتير طالع حلو. شو هلا جديد؟ كيف تحضيرات الصيف؟ شو البلان؟ أغنية جديدة شو صار عندك هلا؟ عندي بحدود 16 أغنية متنوعة بين اللبناني الكلاسيكي والشعبي، المصري العراقي البدوي حتى الخليجي، كله متنوع الألبوم. إن شاء الله رح يبصر النور قريبا. نشاطاتي حتكون بلبنان وخارج لبنان من حفلات زفاف ومن تورات أمريكا كندا ومن مهرجانات حشارك فيها بلبنان وخارج لبنان. وما قلت لك يا يوم